أول حاجة بالنسبة للبنات الطماعات اللي تعشقوا المال، في كل الأحوال هذوك البنات ما نكذبش عليك، يعني بحال دابا تشري لها غير درهم ديال الزريعة تقدر تديها فين ما بغيتي، تعيش مع الحياة الجميلة، يعني الحياة كتكون ديك الساعات زوينة، هي كتحس براسها واكلة الزريعة زعما، وأصلا هي دماغها داير بحال الزريعة، دونك ما عندنا غرض. بالنسبة للشهرة ديالي على المهمات، انا فعلا كنبغي المهمات ما كذبتش، وكلشي كيبغي المهمات ماشي غير انا بوحدي، داكشي علاش الناس تعاطفوا معايا، دوك الدراري وداكشي اللي هما كان السبب ديالهم هما اللي خلاهم انهم يتعاطفوا معايا. وصراحة هادشي اللي كاين، انا ما نقدرش نتزوج بشي وحدة بجغوطة خاصها ليكوش، هادشي اللي نقول قلت لها حقيقة. yes of course I say just the truth because that is my favorite. That is my favorite and I love the moments. That's what I do. Thank you. وهادشي اللي كاين. وصراحة ما نكذبش عليك، يعني إذا كانت شي مهمة هكا كتهضر غير باللونجلي، فهمتيني؟ ما بغيتهاش كاع تكون عندها الفلوس ولا، أنا بالعكس خدام على راسي، راك جيتي لقيتيني خدام غير حيت تسميتو الحياة، حيت المسائل ديال الخدمة، داكشي علاش. أما أنا خدام على راسي وما كنتسنى حتى شي واحد يعطيني شي حاجة، هادشي كنديرو في إطار الدعابة وفي إطار الضحك والنشاط والحب والوئام وفاطمة.